يا ترى ايه ده؟ وايه الصور دي؟ يا اهلا يا اهلا، دي يا ستي بيج نارية لجهاد حبيب. جهاد حبيب متخصصة في لبس الحج والعمرة. انتي عليكي تحجزي بس العمرة، ونارية عليها كل الباكج بتاع لبس العمرة، هتظبط لك كل اللبس، الفساتين المريحة الجميلة زي اللي انت شايفاها دي بألوان كتير، أبيض بيج سما، ألوان كتير قوي. ما تحمليش هم ووفري طاقتك وابعتي لنارية، هتبعتلك باكج بالألوان اللي بتطلبيها، عملت منه ألوان جديدة زي الكحلي ودرجات الباج كلها. الباكج عبارة عن ايه؟ عبارة عن البادي القطن والبنطلون والعباية، ومعاهم كمان كتيب صغير هتفهمي منه مناسك العمرة وفيه كل الأدعية. وادي اهو يا ستي وهو ملبوس سواء الكحلي او البيج. في درجات ألوان جديدة كلها هتنزل لأول مرة في معرضنا مودستي في التجمع الخامس. دي بقى كمان ست مش قادرة احكيلكوا على جمالها وقد ايه طرية وقد ايه واسعة وفضفاضة وشيك بجد، وانا لابساها لا شيك. الست عملية جدا جدا. دي بقى الاسدالات، يا سلام على الاسدال واللمعة اللي فيه، والله اخرج بيه عادي جدا. واخيرا وليس اخرا الفساتين المشجرة، عاملة فستان فيسكوس مشجر وعاملة عليه عرض خصم 50% من 1200 ل 600، ومتاح منه 3 ألوان بحالهم. نارية جهاد حبيب مقدمالك حلول ذكية عشان تحضري الحج والعمرة من غير ما تشيلي هم. ونشوفكم على خير في سبوت مول.